بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. لما كانت نعم المولى سبحانه وتعالى أعظم وأكثر من إنها تحصى وتعد، كان شكرها أمر مهم ومطلوب، وزيادة النعم مربوط بكثرة الشكر لله تعالى. والذي يشكر ربه سبحانه وتعالى على نعمه هو العبد الموفق الذي وفق لهذا، أن يكون من الشاكرين وأن يكون من الذاكرين. فإذا شكر ربه فالله سبحانه وتعالى هو الشكور، يشكره بأنه يزيده في النعم التي أفاض بها عليه. والشاكرون الحقيقة بين الناس مش كتير، لذلك قال الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. أنعم ربنا سبحانه وتعالى على عبده ونبيه سيدنا سليمان عليه السلام بنعم عظيمة وجليلة، واستجاب دعاء سيدنا سليمان لما سأل مولاه فقال: قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. فتح لسيدنا سليمان عطاءات عظيمة، سخر له الريح وعلمه منطق الطير واداله ملك عضوض قوي، فقد كان ملكا نبيا، وسخر له الشياطين واداله سلطان عظيم، أجاب دعوة نبيه سليمان. ومن هنا طلب نبي الله سليمان عليه السلام من ربه ودعاه إنه يعينه ويوفقه لأداء هذه العبادة الجليلة، عبادة شكر النعم، كما جاء في القرآن الكريم على لسانه عليه السلام في سورة النمل في قول الله تعالى، على حكاية على لسان نبيه سليمان عليه السلام: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وهو ده دعاء وجوهرة اليوم في جواهر الدعاء في القرآن الكريم. ومعنى قول المولى سبحانه وتعالى حكاية على لسان نبيه سليمان عليه السلام: أوزعني. أوزعني يعني ألهمني، ومعناها وفقني، ومعناها حسني وأعني، واجعلني حتى أوزعني فيها معنى إنك يا مولاي تجعلني مولعا بالشكر لك، راغبا في تحصيل مزيد من الشكر لك، أغرني على أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. يعني أشكرك على ما واليتني به من عظيم النعم، نعمة النبوة ونعمة الملك ونعمة العلم ونعمك المتعددة. يعني سيدنا سليمان يسأل الله تعالى المعونة على أن يرغبه في كثرة الشكر لمولاه جل في علاه. فهذا الأمر أو هذه العبادة، عبادة شكر النعم، تستلزم من العبد أن يطلب من الله المعونة؟ نعم، تستلزم من العبد أن يطلب العون من الله تعالى، أن يكون من عباده الشاكرين قلبا ولسانا وجوارحا. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. استعان نبي الله سليمان عليه السلام بربه قائلا، داعيا راجيا: أعني يا مولاي، أعني أيضا على شكر نعمك التي أنعمت بها على والدي. يعني مش بيشكر النعم الخاصة بي بس، النعم التي
هو فيها وعليها من ربه، ويشكر النعم التي عليها والديه كذلك، لأنه بيقول له بلسان حاله في الدعاء: لأن إنعامك يا مولاي عليهما، أي على والدي، هو عين الإنعام علي. النعم اللي الأب والأم بيكونوا فيها بينعم بها الأولاد في حياتهم وبعد مماتهم. فوفق نبي الله سليمان لأن يدعو بهذا الدعاء: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضى. وأن أعمل صالحا ترضى، جت صالحا الكلمة منونة وبالتنكير، ما فيهاش ألف ولام الكلمة، وده في اللغة العربية أما الكلمة بتكون منونة وكمان نكرة، فيديني معنى التفخيم والتكثير. يعني سيدنا سليمان في دعائه سأل الله تعالى التوفيق بالقيام بالأعمال الجليلة الصالحة الكتيرة واللي تستوجب رضاه جل في علاه. وده معناه إن سيدنا سليمان سأل الله تعالى العمل المقبول عند الله تعالى. عشان يكون عمل مرضي لابد أن يكون عمل مقبول. العمل المقبول أن يكون خالصا لوجه الله تعالى، مقصده من العمل رضاه، وفي نفس الوقت يكون العمل صحيح. فسأل الله أن يكون العمل مقبول وكثير، العمل الصالح، عايز يتوفق للعمل الصالح، بل الكثير من العمل الصالح المرضي المقبول عند الله. لأن برضو من تمام الشكر وأكمل الشكر إنه ما يكونش باللسان بس، أن يكون العبد شاكرا بلسانه، حامدا بلسانه، ذاكرا بقلبه نعم رب العالمين عليه، وفي نفس الوقت إنه يكون قائم بهذه الأركان شاكر لله بجوارحه. اعملوا آل داود شكرا. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يعني دخلني الجنة دار رحمتك التي لا يدخلها أحد إلا أن تتغمده برحمتك وفضلك. يا مفيض النعم، اجعلني بفضلك من الداخلين في زمرة النبيين وصلحاء عبادك الصالحين. احشرني معهم يا رب، دخلني في معيتهم في الجنة، دخلني دار الصالحين، دار السلامة. شوف تواضع سيدنا سليمان عليه السلام، لم يرى أنه نبيا، لم يغتر بأنه ملكا، لم يغتر بما أو يفتن بما أعطي من هذه النعم الكثيرة، إنما سأل ربه بعد أن سأله أن يوفقه إلى دوام شكره، وإلى كذلك شكر النعم التي أنعم بها على والديه. اتجه إلى ربه متواضعا خاضعا ذليلا، لا يرى نفسه، لا يرى أنه نبي، ولا يرى بأنه ملك، ولا يرى أنه أوتي من الملك ملكا عظيما. لا، قال له أنا عايز بس أدخل كده ضمن الصالحين في عبادك، ما قالش مع عبادك، كأنه يعني ضامن لما يقول مع يبقى هيدخل معهم فهو ضامن له مكان. لا، هو مش ضامن مكان. شوف التواضع، قال له دخلني معاهم، احشرني معاهم. فسأل الله أن يجعله في عباده الصالحين. ونحن كذلك نسأل مولانا ما سأله نبيه الكريم سليمان عليه السلام. سيدنا سليمان عليه السلام بيخبرنا عن باب عظيم من أبواب العبادة، لا يمكن للإنسان أن يقوى على هذا الباب بنفسه. ليه؟ الباب ده اللي هو شكر الله تعالى على نعمه. ليه الإنسان لا يقوى عليه بنفسه؟ لأن مهما تعمل ومهما تشكر لن توفي الخالق حقه، لن توفي الرب النعم العظيمة اللي انت تغرق الجميع غارقون في بحور
من عطائه ونعمائه. فمهما الإنسان يعمل لن يستطيع الوفاء بهذا، وربما يقصر فيسأل الله المعونة، لأن ده عمل عظيم قوي إني أكون من الشاكرين الذاكرين. والشكر ما بيكونش باللسان بس، نحمد الله تعالى بألسنتنا وكذلك بقلوبنا، ونشكره بجوارحنا إن تصرف النعم فيما ترضيه. إداك المال زكي، إداك العلم علم، إداك السلطان اخدم، إداك عطاءات كثيرة اخدم في كل عطاء ربنا ادهولك بما يناسب العطاء ده، تبقى أنت شاكر لهذه النعم اللي ربنا ادهالك، فتكون شكرته وذكرته بالقلب واللسان ثم بالجوارح. عشان كده سيدنا سليمان عليه السلام بيوضح لنا من خلال هذا الدعاء وما فيه من فقه عظيم، إن السبيل للقيام بشكر الله على نعمه مفيش سبيل إلا إنك، مفيش طريق إلا إنك تطلب المعونة، تطلب المعونة على إنك تكون من الشاكرين، وإنك تتوفق أن تكون من الشاكرين لله رب العالمين. وكذلك بتظهر أو بيظهر لينا من الآية الكريمة إن إنعام الله تعالى على والدي الإنسان، الفتوح اللي ربنا بيديها لوالدي مش فتوح مادية بس، الرزق معنى كبير، التوفيق للطاعة، إنك تكون من أهل الإسلام وأهل الإيمان ده رزق كبير وعطاء عظيم يستوجب من الإنسان أن يحمد ربه ويشكره ليل نهار. من ذلك إن الإنسان يشكر لما يلاقي أبوه وأمه من أهل الهداية، وإن ربنا أغدق عليهم بنعم، وربنا أغدق على الكثير بنعم كثيرة، وهم سبب في وجودك في هذا الكون وفي هذه الحياة. ده يستلزم مني إني أشكر المولى سبحانه وتعالى على هذا الإنعام العظيم بإيجاد والدين كريمين يكون سبب في وجودي، وبما أنعم الله تعالى عليهما وفاء بحقهما وإجلالا لحق الله تعالى علينا مفيض النعم. لأن الإنسان منتفع بما أفاض الله به كذلك على والديه، كما تدل هذه الآية التي تحمل هذا الدعاء المبارك على ضرورة طلب العبد من ربه إنه يوفقه للعمل الصالح، لأن عمل الحسنات والأعمال الصالحات محض توفيق من الله العظيم وفضل على الإنسان اللي بيسلك طريق الصالحين، مش شطارة منك. وما بكم من نعمة فمن الله، إنك النهاردة من أهل الإيمان وأهل الإسلام، من أهل العمل الصالح، من الذين يسارعون في الخيرات، من الذين ينفقون في السراء والضراء، من الذين يعينون المحتاج والمسكين والفقير، من الذين ينظرون في قرابتهم من المحتاج فيعاونه. إذا تتوفق للأبواب الصالحة، ومنها طبعاً الصلاة والزكاة وكل أبواب العبادات والمعاملات، أن ترعى الله تعالى فيها وأن توفق فيها، مش شطارة منك، ده توفيق من الله ليك، وده يستوجب منك الشكر. كما إن الإنسان عليه أن يطلب من ربه التوفيق في الدنيا، فبرضه بيطلب التوفيق في الآخرة، وده بإنه يسأل الصحبة الصالحة، المكان الطيب وهي الجنة، والصحبة الصالحة النبيين وعباد الله الصالحين، فيسأل الله أنه يدخل الجنة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هنا في نكتة علمية ونكتة يعني مسألة دقيقة نقف عندها. المسألة إنه سيدنا سليمان عليه السلام في هذا الدعاء، عشان بس الناس لما تصلي وتصوم وتزكي ما تفهمش إنها يعني أدت أو إن لا، شوفوا بيقول إيه: وأدخلني برحمتك، مش بعملي. قد علم سيدنا سليمان عليه السلام
إنه مفيش دخول للجنة إلا مفيش دخول للجنة بالعمل والمقامات العالية، برغم إنه نبي صالح وملك عظيم، لكن هو عرف وتعلم وعلم بأن دخول الجنة لا يكون إلا بمحض رحمة من الله العظيم ابتداء. وده يذكرنا بحديث سيد الأنبياء سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال كما جاء في الصحيح: لن ينجي أحدا منكم عمله. يعني ما تستأسدش بالصالحات من الأعمال اللي انت بتعملها، يعني ما تشوفش في نفسك حاجة، ما تشوفش نفسك خالص. وما بكم من نعمة فمن الله، فأقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ما حسبش أن الصلاة والزكاة وقراءة القرآن والإحسان إلى الناس أنه ده اللي حيدخلني الجنة. أنا بعبد طائع لله وأرجو قبول اللي أنا بعمله. لن ينجي أحدا منكم عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. كلنا هندخل برحمته، ما نشوفش نفسنا حاجة، وما نشوفش العبادات اللي بنعملها حاجة. نعمل العبادة طاعة ونسأل الله القبول. ولا أعتقد أبدا إن العمل هو اللي حيدخلني الجنة، رحمة رب العالمين اللي تجعلني من أهل الجنة. هذا الدعاء المبارك من أعظم ما ورد في القرآن الكريم من الأدعية حقيقة. بيأكد ده إنه برضو ورد في موضع آخر في سياق تاني بيبرز مكانة هذا الدعاء وأهمية هذا الدعاء. ورد في هذا السياق الآخر دعوة الإنسان ربه لما يبلغ 40 سنة، مع زيادة في معنى نحب نقف عنده في سورة الأحقاف، حيث قال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. شوف الزيادة بقى هنا في هذا الدعاء: وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم آمين. هذه الآية بتبين إن الدعاء المذكور هو أول ما يقوله الإنسان بعد أن يتم الله تعالى عليه النعم، نعمة الإيجاد وما يتبعها بعد كده من مراحل إنعام الله تعالى على الإنسان حتى بلوغ سن 40، وده سن الكمال. مما يظهر إنه هذا الدعاء من الأدعية التي تغني عن كل دعاء، وإن كنا نلتزم ونسعى لأن ندعو بكل الأدعية، لكن تكرار معنى هذا الدعاء مع إضافة المعنى الزائد، يعني هنا في موضع سورة الأحقاف مزيد دعاء آخر، هو قول المولى سبحانه وتعالى: وأصلح لي في ذريتي، أي كما أنعمت علي وعلى والدي بإنك تجعلنا يا رب في زمرة الصالحين، تدخلنا كده معاهم يا رب. أنعم أيضا علي بصلاح والصلاح في ذريتي فتكن قرة عين لي. وده بيوجهنا إلى أهمية الدعاء للأولاد والذرية، مش بقى نبقى ندعي عليهم زي ما بنشوف في لحظات الضيق والضجر والتعجل بالشر. لا، القرآن علمنا: وأصلح لي في ذريتي. اللي عايز ذريته تستقيم بيربي وبيسعى وبيجتهد، ده سبب، والدعاء سبب. وأصلح لي في ذريتي، نلح وأصلح لي في ذريتي. ربنا سبحانه وتعالى يتولاك أنت وأولادك. شوف قد إيه القرآن ده عظيم، وجواهر القرآن عديدة، جواهر المعاني في النص القرآني لا حصر لها، ومنها جواهر الدعاء اللي فيها فقه بنتعلمه ومعاني بنعيش بيها ومعاها، بيترتب عليها صلاح العبد في دنياه وأخراه، وإنه يعيش متزن، يعلمك تشكر النعم اللي ربنا ادهالك
وتشكر النعم اللي والى بيها والديك، وكمان تدعي بالصلاح للذرية، فبيستقيم الإنسان في حالة من الاستقرار والهدوء، بيدعي للوالدين فيعلم العبد شكر حق الوالدين وشكر صاحب الحق الأول المولى الذي أوجدنا سبحانه وتعالى وأنعم علينا قبل ما يطلب مننا تكاليف، قبل ما يأمرنا بصلاة وزكاة، وضعك في رحم وحباك بقلب أم رحيم، ووالدتك بالرعاية والتربية، ثم الأبوين الكريمين لغاية ما تبلغ بداية البلوغ بتاعك، وبعد كده تبتدي يطلب منك يا عبدي افعل ولا تفعل، لكن قبل كده ولاك بنعمه من قبل أن يطلب منك، وهو الله الشكور، ويجب أن نكون من أهل الشكر وفاء لحق المولى عز وجل. وأيضا مما يؤكد أهمية هذا الدعاء المبارك وعظم هذا الدعاء ما جاء في السنة النبوية المطهرة من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مما يدعو به بعد الانتهاء من التشهد في الصلاة، وفي وارد أدعية كثيرة نتعلم منها قدر الطاقة، كان يقول بعد التشهد في الصلاة كما ورد عند الطبراني من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يا رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، وطوقني حسن عبادتك، يا رب يا رب أسألك من الخير كله. اللهم آمين يا رب العالمين.